السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، تحياتي لكل طبعاً مشتركين القناه، احلى ناس في الدنيا ملكوا ايه الحمام. النهارده من المنصوره بنصور غير اللهم صل على النبي بتاعت واحد مشهور هنا ومعروف سامح الكيج وغني عن التعريف، عنده حمامتين اللهم صل على النبي، حاجه محترمه تشرف بجد. والغيه اللهم صل على النبي لسه عاملها جديده، الوانها حلوه وشكل الغيات هنا مختلف عن غيات دمياط، والخشب كمان شكله جميل. تعال نطلع كده واحده واحده مع بعض ونتفرج على الغيه سوا، واحلى 100 مليون مسا عليك. اللهم صل على النبي. طلعنا الدور اللي قبل الاخير اللي بتسمى هنا الجوبيه، تمام، وهنسمع كلمتين كده من صاحب الغيه، ولسه جاي بس عشان هو تحت هيطلع، وهنسمع معاه كده كلمتين حلوين وهنتفرج كده على المكان كده مع بعض. احلى 100 مليون مسا عليك. صباح الفل يا رجاله، كل سنه وانتم طيبين. طيب يا عم سامح الله يبارك لك، اللهم صل على النبي، عنده حمامتين يشرفهم، وغي اللهم صل على النبي تشرف، ومعايا ابو صيام النهارده جاي معايا من دمياط. احلى صباح عليك والله العظيم ابو صيام، ومعانا الراجل الطيب دوت عمال يستخبى ورا الكاميرا مش عارف ليه. حبيبي عم احمد اللهم صل على النبي، الغي انت لسه عاملها جديده يا عم سامح؟ ايوه. بقالها قد ايه كده؟ يا بقالها الوقت 5 شهور بتاع 5 شهور. اللهم صل على النبي. والخشب ده كله انت دهنه؟ كله جديد ومدهون. كله جديد ومدهون. ايوه. وصرفت على حد مدهنته يعني ما استسلمتش. والله. الدهان برضه بيتكلف عن ال عن الخشب. عن الخشب. أيوة. اه اللهم صل إيه؟ اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. الجوبيا هنا انتوا بتعترفوا بيها اكتر من يعني اكتر من الرف، اللي هو عموما الرف اللي هو احنا بنعمله عندنا في دمياط، عارف انت الرف ده؟ ايوه ايوه. الرف بنربي فيه الزغاليل بس يعني. اه الرف هنا برضه بيعملوه بتربوا فيه الزغاليل بس. بتربوا فيه الزغاليل. طب والجوبيه؟ الجوبيه بقى لما بكبرهم بنطلعهم هنا المرحله الثانيه. ينطبق عليهم اللي يعني ذكوره ونقلناها. اه. انما مش ممكن تنقله من هنا للضهر. لا من هنا بيطلعوا للضهر. اه. يعني بتاخد من الرف. للجوبيه. الجوبيه تمام. بكبرهم بتقوم مطلعهم فوق على العرق. اللهم صل على النبي. وبعد كده كذلك. تمام مراحل كل سنه بنجدد مراحل. ايوه اللهم صل على النبي. طيب انت غاوي تربي الحمامه الحلوه دونا عن الحمامه الاسترالي، فرقها ايه في الشهابين دي ودي؟ الحمامه الحلوه دي بتاكل ودي بتاكل، والمميزات ان هي احلى. حتى لو جيت بتفكر انك انت فيما بعد عاوز تبيعها بتعرف تمسك فيها قرش كويس وبتتمزج منها، انما الحمامه اللي ملهاش لازمه دي ملهاش لازمه خالص. يعني في النش وفي المعامله معاها تختلف عن الاسترالي؟ كتير قوي. الحمامه الحلوه واللبلق بالذات بيكيفك عن اي حمامه. اللبلق. اه. اللهم صل على النبي. بس لازم بقى ايه يعني في وسط اللبلق تحط حاجه في وسطهم تهزيهم. اه. استرالي كويس، فوش خلي، قطيفه، ريحاني. كل واحد يكون له وظيفه كده. اللهم صل على النبي. حاجات مميزه. بس انت هنا بتأيد اللبلة. حب. اللبلة ما يعلاش عليها. اه. هو حب في النشر. طب الوقت اللبلة. اللبلة انت لازم يعني تكون فرخه وعارف ان انت مطلعه ناصح، لان في ابواب كتير هتقابلك ما هيش ناصحه. الحاجات دي بيوتك يا بيوت انت عارف بيوتك محاسس عليها بتفرخها بتنش منها. البيت اللي من عندك بتفرخه. الحاجه اللي من بره مش هينفع تفرخها. هذا حمام كويس جدا. اللهم صل على النبي. في ناس الكروطه تمام؟ اه. وفي هنا ايه؟ مين اللي عندك؟ ده مسوي. اللهم صل على النبي. ده برضه حلس. حاجه جامده كويس برضه، حمامه كويسه جدا، حمامه كويسه قوي. اللهم صل على النبي. ده برضه الحاني. ده حاجات بقى المميزه اللي بتبقى في البيت. يعني ده حاجه مميزه. ايوه في مثلا في الاسترالي. الاستراليات اللي هي عفش الجناين دي. ايوه. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. عندنا الاحمر. الاحمر غير اللي على ورد. ده يختلف، ده احمر اللي هوريك اللي على ورده برضه. بس عامة اللي يعني لونه بيبقى غامق سنه كده. اللي على ورده عامة مش بيه. مش بات. الاحمر احمر. لا الورد هو بيبقى حاجات مصنع. طيب والقشر بندق بيت؟ لا دي ثابت. قشر بندق والاخضر والسكراطه. تمام. بنفسجي. الحاجات دي بيور. ثابته. 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 اللهم صل على النبي. ده قبل ابيض. ده قبل ابيض. اللهم صل على النبي. هو مش بيت يا حبيبي. الابلق الابيض مش بيت؟ لا. والله. بيبقى حمام يعني برضه تركيبات. بيبقى برضه استرالي. يعني اللبلق الابيض مش بات؟ اه
على الرغم يعني بيقول لك من كل نوع تلاقي 5 ألوان، ولا سيبك من الكلام ده. على سلم بقى دول بقى ايه؟ دي حاجه بقى رباش صلبه جامدين هنا جدا عندنا في المنصوره قليله من تلاقي الابواب دي. ايوه بس هنا ما شاء الله جامدين قوي، اللهم ما شاء الله هنا جامدين جدا. ناس تراب برضه طب كويسه، فتح كويس. معظم الحامل هنا ما شاء الله يعني ايه الوضع ده، اللهم صل على اي حتى كمان منظر العيون. وعاوز برضو لو مسيبهم في الارضيه احسن، مفيش مشكله. انا اتفرج على دلوقتي كده لو كده على السلام. والنور هنا مش مصدر الحمام قوي. ايوه طب برضو سفراتها كويس جدا، اللهم صل على هنا يا جماعه الحمامه. اللهم صل على النبي، ربنا يبارك لك على الحمام. صلى على النبي. اوريك برضو اللي ايه اللي كده واللي كده يعني. اه بس هو يعني دي سكراتها يتفرج يشوف اللي احنا شايفينه. احمر وزرد برضه حاجات مميزه في الجيم، مش هتلاقي يعني كل حاجه مميزه واحده. اه مش هتلاقي منها كتير يعني. جميل. اللهم صل على النبي. ماشي دي بقى اللي على ولادها ايات. حمامه يعني ايه بس جامدين. باب الفرخ عندك. برضه زبده اخوه عش واحد. هنطلب انت وقفات لازم اه لازم عشان ما يتبهدلوش من ورا. برضه استرالي هما حمامتين حلوين، انا اقسم بالله حابب ان انا افرج الناس عليهم. اللهم صل على النبي. بتقادل بنفسجي ابو زنه في النش ولا اللي من غير زنه؟ لا لازم ابو زنه بيبقى اجمل. والله ابو زنه عامه بيبقى عطاره يعني حمامه. هنا بنقلق عب احمر. اللهم صل على النبي. واحنا كمان بنقلق عب احمر وفي حتات بتقول عليه مرقعه. دي اسطرالي بلعبه خضراء. ربنا يبارك لك عم سامع. اقسم بالله حمامتين اللهم صل على النبي يشرفهم. يعني انا بفرجكم على الحمام حلو. هنا القش بندق اتفرجنا على ابو صيام استرالي برقبات. استرالي حلو كلهم اخوات يعني. ده هو الصور ده استرالي حلو كل ده يحيى. اللهم صل على النبي. هو حابب يعمل لكم فرجه تتفرجوا على الحمام. وعموما الغيه اللي تطلع تلاقي كلها حمام اخوات. تعرف ان هي غيه بتنش حمام حلو. على ورده تاني اهو. صلاه برابعه خضراء ده. اه اللهم صل على النبي. دول اخوات. بص حد انا صور كده ده واحد تاني. ده؟ اه واخوه عندك اهو رمضان تحت اهو. انت فارخهم عم سامح الحمام ده. بفرخ الاهالي. الله يبارك لك. وكل الله يبارك لك. الاهالي اللي مفروخ انما دول ولادها. اللهم صل على النبي. ده اخو ده اخو ده اللي هو ده ده اخو ده اخو ده الثلاثه دول اخواتها يا يعني. ومن الحمام اللي طلعت شكلها غير فيها حمام ده ده اخو ده. اللهم صل على النبي. ماشي اخو ده اخو ده يعني كلهم كلهم اخوات. ما بجيبش حاجه من بره ولا بجيب زهور من بره، كله من فرخي. طب الناس هنا في المكان كويس؟ الناس كويس والناس هنا ما شاء الله كويسه وناس محترمه وكل واحد له ميعاد هنا. تمام. الناس اللي حوالينا كلها ما شاء الله كويسه ومحترمين جدا 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 وفي الناس له ميعاد. اه يعني انت بتطلع في ميعاد، انا باخد ساعه، الغالب بياخد ساعه، دي بياخد ساعه. بيطلع الشاب الصغير يعني شايف النش من الناس الكبيره كويس، اتعلم النش لازم كده. لازم يطلع كويس. عندك احمد ابني ما شاء الله. اللهم صل على النبي. 12 سنه. اه هو اللي ماسك الغيه. الصلاة على النبي. بس ما شاء الله ادب ايه اخلاق ايه. بيطلع يلاقي مثلا واحد كبير طالع بس
استأذنه بيطلع ياخد مزاجه بيتبسط يقفل على حمامه غيره بيطلع غيره بيطلع حتى هنا كلها ما شاء الله زي ما بيتربى حتى على الحمام الحلو بيطلع هو ما يعرفش الحمام دي سلمى القمر ربنا يبارك لك يا راسه وقبل ما تشوفها احلى دكتوره في الدنيا ربنا يبارك لك عم سامح وهي غيه تشرف اللهم صل على النبي ومش شرط الواحد يعمل غيه كبيره وهي لمان المهم يعمل غيه كويسه ورب حمامتين عشان تربي 50 احسن من 1000 حصل حقيقة 50 كويسين يكيفوك تاخد مزاجك منه احسن ما تربي 1000 حمام حصل حقيقة وفعلا اللي كشفوا البنت اخوات برضه يعني بص على البنيه دي الاب واحد انما الام بغيرها بتغيرها دوت قاطي عيل صغير بالسنه دي لسه شاب صغير ابو ليه لسه عيل صغير بص على بص هنا كلهم معظمهم اخوات الحمام ده كله معظم اخوان دي اخو دي اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي هو ودي احنا في ال طب ما شفتش اخضر الخضر ما طب لا وقعت ماتوا والله وقع الظهر اللهم صل على النبي احنا في الجوبي هنا تمام هنطلع فوق على الظهر ونتفرج على ايه على بقيه الحمام كده ونتفرج حتى على شكل العيش يلا بينا اللهم صل على النبي الله يبارك له تحتنا يوسف عيل شاب صغير برضه روح حمام وهنا زي ما انت شايف التمن عيال حواليك بس احلى حاجه هنا يا احلى لكل واحد له معاد يعني انت زي ما انت شايف كده كل واحد هنا بيطلع في معاده بينزل في معاده ملوش دعوه بحد كلنا حبايب كلنا هنا صلح اللي بره الحته هو اللي خصمنا انما الحته كلنا هنا كلنا صلح اللي بره المكان ده اللي بره المكان بس ما شاء الله ناس محترمه وناس مقدمين جدا وكل واحد الله يبارك لهم الله يبارك لهم الاول ده خلص ده فين شاور اهو السمره يعني المنصوره هنا مدينه حمام بتاعته بالفوج اللهم صل على النبي ابو ياسر شوف النوش اهو حمام اللهم صل على النبي احنا بقى الغيه بقى فوق اللهم صل على النبي دوت قاطي اللهم صل على النبي الحاجه اللي انت حابب ان انت انا بقول لك حمام دي لوالد الواتش خلقه ولا اللهم صل على النبي سكرتها ان شاء الله ان شاء الله بس حاجه من نوادي البقية حلي شوف ليس دينا يا جماعة ويعني بفرطكم على الحمام حلي دينا حلي دينا هو الباب الباب واحد دي برضه سكر الطايه من حمامنا برضه سكر الطايه لسه شابه صغيره ما خلصتش لسه عيله صغيره شابه فتقه العين يعني حماميه وقبله حمامه قبله ووش وحمامه كويسه مقصله انت فاهمني حمامه كويسه جدا اللهم صل على النبي ربنا يبارك لك على كده احلى وسكر الحمامة جماعة الأولى دول جماعة حمامة خدومة أخضر اللهم صل على النبي أنا يعني الحمامة المخدومة الله يبارك لك عم سامي حلو ازاي هو العيون كلها اللهم صل على النبي تفتح العين تتمزج من الحمامة قبل أخضر أهو جماعة عبد الألاج أهو Thank you.
يستر على برهابه. غياب قديمة يا جماعة. أزرق قطيفة. انا مش شايف وانا شايف ولا مش شايف بطاطي الله النبي صلى عشان بس يا جدعان ما تقولوش احنا بنصور حم وسيب حمام في السراليات برضو ايه اللهم صل على النبي حتى الاسترال استرال حجرين مين ربنا يبارك لك بيني دو بيني دو حلس يعني انا فرقتك على الحمام كله على ورد والله يعني بالباب نيش الله يبارك لك يا عم سامع وانجليز احمر يا جماعة عشان ما نحرمكوش من حاجة بس وطقاطي تاني الله يبارك لك الله يبارك لك اللهم صل على النبي الله يا حمام اتفرجوا يا جماعة عايزين تتفرجوا على ايه وعامل لكم فرجة النهاردة حمامتين اللهم صل على النبي يشرفهم والله حتى لو ما جرهم تاخد نزاياك منهم تتفرج عليهم ولا تنوع يا جماعة طب الحمامة الحلوة خد مزاجك منها استرالي تاني اهو من استرالي النقشة والوش عبسي ورنفيلي بقى عبسي مصري اللي انت لازم استرالي تاني ودلوها والله بينك صلى على النبي اللهم صل على النبي اتفرجوهم على مش كسر برضه امال كده كده انت هتنزلش مشكل احمر اهو اللهم صل على النبي اثنين شاورما سوماي هيكل قنديات هو هنا بيتقال على شمسي اه حلبي شمسي في المنصوره احنا من اهل اكرا قندي بس هنا حلب احمر اهو اللهم صل على النبي يعني العين اللي تحت ده يا جماعه فيها حمام مش فاضيه استر الله بيقدر ده مش فاضي انا عندي لا فحمة مش اهو الله يبارك الله يبارك الله يبارك لك وانا مش شايف الحمام اصلا في الليل اللهم صل على النبي حلس حتى في اخر باب يا جماعه دار بيت ارض اهو حلس الله يبارك له عاوز صور صوص وصوص والله العظيم يا عم سامح انت عامل لهم فرجه النهارده الحمام ده طاير الدكوره الكبيره اه وانا فارخها على الطواير الطوار بتاعتنا برده مفيش حاجه من بره اه فرخ يعني مفيش ما بجيبش حاجه من بره لا من خوار رمضان من دمياط اللهم صل على النبي الغيا واحد بودي له بيجيب لي عندي التايه بجيب ذكر يعني ما شاء الله كل ده حمام والله دور عايزين ما بيربوش الا الحمامتين الحلوين اللهم صل على النبي ربنا يبارك لك على المسلم ده الترتور وده ابنه طاير برضه اللهم صل على النبي عم سامح الله يبارك ده بيقول قص بيقول خد كويسين قوي يعني حمامتين دماغهم كويسه قوي الله يبارك لك ودي المسود بتاع الاول عندي فرخته ودوت ابنه الدكر الكبير اهوت ده فرد حمام طاير بتاع الاولى بس انا فرخته صلى على النبي ودول دي ابنه ودي تيتو ربنا يبارك لك ودول الابيض برضه فين اللبلق الابيض يا جماعه هو فكره باينه خفيفه ده متري تركيب ده يبقى داخله اخضر يبقى داخله اخضر دول شخشنا سود احمد حامتين دماغهم كويسين جدا اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي ربنا يبارك لك عم سامح والله تعال لهم النهارده ذكر ده صغير برضه ده من تيتو اللهم صل على النبي فين وش الذكر؟ نعم لقيته يعني
اللهم صل على النبي. الرياض والنور هنا يعني مش محدد قوي، بس اللهم صل على النبي. ربنا يبارك لك عم سامح ويديك خيرهم ويكفيك شرهم ويملهم لك بركه. فينا شيخ صل على النبي، شيخ شخليات. هو احنا لو فضلنا نفرجهم يعني حمد، خلي بالكوا يا جماعه كله طاير، الكره دي كلها طايره بتاعت الاولى عندي، واحنا بنفرق فين يا جماعه؟ بس لسه بنظبط السلاكه تحت. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. فينا وبرضه انت يا تربيه كده شويه على بكر احمر كده بتاع الاولى ده، اللهم صل على النبي. بطل تحت المستوى برضه بتاع الاولى. لا يحيى محمد بتاع الاولى بس كبر بقى، بنفرخه ما بخرجوش. بتاخد دماغه وذكاءه عشان الدماغ، وده برده كذلك. فين السترول تاني بتاع الاول؟ هو برده بالترف. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. عم ضروري ده يا جدعان، بتاع اخ عزيز عليا قوي. حبيبنا محمود عجلان، اسمه محمود عجلان من دمياط، ردد مرتين. فرد حمد هو تروح منه مرتين دمياط، روح من المنصورة المنصورة لدمياط مرتين. محمود عجلان علم، واحد اسمه محمود عجلان من دمياط، بس فرد حمام بني ادم، روح منه مرتين عشان كده فرخته وخدت منه زرولين نشيتهم ما شاء الله على دماغهم، وبعد كده شلت من عندي تاه وطار الوقت بتاع الاولى هنا. بس فرد حمام بني ادم. يسلم يسلم اللي رباه. ربنا يبارك لك عم محمود ويبارك لك عم سامح. والحمامه الحلوه المقصله قليل لما انت بتصادفها بتمسك بيت بقى، بتعمل منه بتكرره بقى، تمشي عليه. اللهم صل على النبي عشان توصل للحاجه الكويسه وتمشي حمامه كويسه وتتبسط منها. طب انت عايز توجه رساله ايه للغواله طالعين صغيرين الناشئين؟ تقول لهم كلمه يحطوها كده ايه زي ما بقول حلقه في ودانهم. اهم حاجه يطلعوا يتبسطوا، يربوا الحمامه كويسه، الحمامه النظيفه دي بتاكل ودي بتاكل يا جماعه والله، بس اهم حاجه تربوا حمامه كويسه لمزاجكم وتطلعوا تتبسطوا. وفي ناس بتطلع اليومين دول اللي يطلع بتاع 5 حمامات و10 حمامات عشان يمسك فرده حمام. لا عايزين نبطل الخصله ديت، هنطلع نتبسط. بصوا على النشر، تعالوا هنا ناس بتقعدوا مات جم في رمضان، جم في هنا في التماسي، قعدوا ماشيين 100% من هنا من التماسي متمزجين. الله يبارك لكم. عندنا حماده عطيه هنا برده بني ادم كويس جدا، عنده حمامتين فوق الخيال ما شاء الله عليهم، كنا احلى حمامتين السنه دي في التماسي. علموهم الناس، كنا كلنا بنقعد نتفرج على حماده عطيه بالحمامتين بتوعه. الله يبارك. وعندنا برضو حسين هنا الصلاه على النبي، اللهم صل على النبي. عنده حمامتين كويسين برضه اتفضل عليه ديت. تعالى يا جماعه اوريكم التفضيه ديت. هو ابو صيام جاي معايا من دمياط وكان قايل ان هو جاي في يوم واتفرج. التماسي هنا ما شاء الله حاجه كويسه، وكلنا هنا ما شاء الله. تعالى يا رياض يا عم حاج، اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. جوه هناك اللي ورا العمارة شايفه؟ الله جايبه يحيى. ربنا العمارة. ربنا العمارة ما شاء الله يعني، ربنا يبارك. اللهم صل على النبي في الوش. النهارده يا جماعه من المنصوره بنصبح عليكم من غيط سامح الكيجو، ومعايا ابو صيام من دمياط غاوي وبيحب يربي الحمامه الحلوه، ونفس الفصله ونفس الخصله عم سامح. اللهم صل على النبي، حمامتين يمزجهم. الله يبارك لكم ويديك خيرهم. والغاوي اللي بيربي حمامه حلوه بياخد مزاجه منها، حتى لو تلاقي السماء مليانه عكعكه لو حطهم كده على الدار اتفرج عليهم هياخد مزاجه منهم. الله يبارك لك عم سامح، واحلى 100 مليون مسا عليك وعلى كل غاوي محترم بيحب يربي الحمامه الحلوه. احلى مسا يا احلى مسا. افتح عم سامح. شباب دول مش دعوه بالايه، عامل كبير خالص. دول شابين دول. صل على النبي. الحمد لله خير تطلع. حمام بينشن في الخارج. ها؟ لان
دخلنا بقى في العلش فاهم. عامل الكبير كله يا جماعه مقفول عليه. انا عندي شويه شباب كده بدأ لنا ايه ارميهم يعني بقدمهم. اللهم صل على النبي. الحمام الكبير كله مقفول عليه. دول الشابين السنة دي. دول الشابين بتوع السنة دي. اللهم صل على النبي. كويسين. شكلهم يفرح القلب. الله يبارك لك عم سامي. المنظر ده. Thank you.